اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. يسعد صباحك وكلكم. شيماء اخباركم؟ كيفك؟ تمام الحمد لله. هل بيفوت الحرير باللباس التقليدي التونسي؟ هل بيفوت الحرير؟ يعني من مكونات اللباس التونسي الحرير، صح أو خطأ؟ الحرير لحال والقطن لحال ويختلف، يعني مش الكل نفس الشيء، فحسب الديزاين اللي بيكون. يعني ممكن كتير إنه يكون اللباس حرير. Exactly. أوكي. طيب خبريني شوي. في الجبة. بالضبط. خبريني شوي عن أنواع اللباس التقليدي التونسي. هل هو أكثر من نوع؟ من شو بيتكون؟ في كتير أنواع من اللباس التقليدي. في عندك الجبة التونسية. جبة تختلف، هي فيها الحرير بس أصلاً هي مصنوعة من الحرير، ما فيها قطن يعني. في عنا أشياء ثانية مثلاً مثل الفرملة، عن الفوتة والبلوزة، عن الهركة، في عنا كثير أشياء فتختلف. شو نحن عنا 24 ولاية، كل ولاية تختلف شو الزي التقليدي تبعها، كل واحدة كيف. أكيد. في عنا الساحل، في عنا الجنوب، في عنا الشمال، فمن الشمال للجنوب يختلف نهائيا. انا راح اروح على ابو سالم وراح اشوف ازياءهم هناك. اوكي. شو عامله؟ ولكن انا هلا صراحه اشوف حاليا اللي بينزل على تونس يعني يجلب انتباهه الزي التونسي بالاسواق بالشوارع. ممكن نحن مش كثير نلبس اللباس التقليدي التونسي دائما، مش نفس المغرب مثلا او الجزائر او شيء، يمكن هنا يلبسوا اكثر، ولكن نحن عندنا عادات وتقاليد كل واحد بشو تتميز الصفه تبع اللباس التقليدي. مثل الجزائر، المغرب، تونس، كلنا عندنا لباس تقليدي يختلف عن الثاني. طيب قادرين تتخيلوا شكل اللباس ولا محتاجين صور؟ لا في صور. ما اعرفش كيف. في صور. في صور. تخيل. خلينا نشوفها. نحن الأشخاص اللي بعاد عن المغرب العربي كل شيء ملابس بخصكم نقول عنه قفطان. نحن هيك مقتنعين إنه كل اسمه قفطان. لا، القفطان يختلف. في القفطان المغربي هن الأساس اللي عندهم هاي القطعة مقدسة، يعني لما بيسووا التصاميم على القفطان المغربي يعني من قلبهم من الآخر، معناها حكيت شوية تونسي. إبداع بيكون. إبداع يكون بالموضوع. فشويه نحن عندنا القفطان، ما فيش فرق. عندنا قفطان تونسي، اما فمش فرق كبير بين القفطان التونسي والقفطان المغربي. الفرق هو الاستخدامات اللي حيعملوا الديزاينر، هو هذا اللي يختلف يعني. بس نحن هو ما عنده ديزاينر ونحن عندنا ديزاينر. هنا مثلا مختصين بالحزام، الحزام بالقفطان. احنا مثلا بنسويه بطريقه غير، بس نسميه كمان قفطان لانه بيكون متكتف يعني بالديزاينر، بيكون فيه كثير اشياء يعني. فهمت عليك. يعني بعتقد انه بما انه كان وما زال للقفطان المغربي والقفطان الجزائري
مشاركة بعروض الأزياء. بعتقد أنه كمان يعني اللباس التونسي التقليدي راح يدخل الأسواق العالمية طبعاً بشكل ملحوظ إن شاء الله، لأنه هلا صار في كتير على السوشيال ميديا، صار كتير تفاعل على اللباس التقليدي، لأنه نطلع أكثر شيء فيه في رمضان مثلاً بيبان كتير. فهلا حالياً صار الموضوع التقليدي إن شاء الله بيكون عالمي يعني، بس نحن حتى في تونس يعني نحن مش بحاجة مثلاً نعمل اعلانات على تونس على التراث، لانه هذا موجود اوريدي، هذا تاريخنا. نحن بدنا خارج تونس يكون في يعني ترويج. القفطان هو يعني هو شيء قديم صح، بس هو تطور. هو القفطان تاريخ قديم، بتحكي يمكن عثمانيين يمكن صح، صح. بس تطور هلا يعني، تطور اكيد، تغيرت فيه كثير هلا حسب الموضه يعني، تغيرت كثير اشياء. هلا اكثر شيء صار السامبل. هلا نحن احكي كتونسيه يعني، انا احب شيء سامبل بالقفطان، ما يكون في شيء الاوفر يعني، هيدا الشيء الناعم على الاكسسوار، فيك انت تعملي له شيء بارز. في عندنا الجبه، الجبه ما بس الشاب يلبس الجبه، كمان البنت التونسيه فيها تلبس الجبه اللي هي تكون ناعمه، ما انت تلبسي لها الاكسسوار، بتكون هيك متروزه من هون شوي صغير، بتكون متروزه بايديها. هي بلوزه ولا فستان؟ هي جبه. جبه هيك للبيت يعني؟ اي مثل العبايه. دام تكلمتي عن موضوع النعومه مثلا، انا دائما كل واحد يقول لي على الازياء التونسيه، هي في بالي الاكسسوار عندكم انتم وايد اكثر من عند الشغل الفستان نفسه، هل هذا شيء صحيح ولا تحنكم تغيرون؟ لا لا، نحن اكثر شيء الاكسسوار، الاعتماد اكثر على الاكسسوار. يعني هاي كل يدل على يمكن يعني الملابس التونسيه كان سعرها يكون رخيص، يمكن ما فيها شغل يد وايد، او لا بلا فيها شغل، تعتمدون على شغل اليد. طبعا هلا حتى في الزواج عندنا اللي في تونس، مش الكل بيلبس اللباس التقليدي للعرس يعني، في الاعراس مش كلهم بيلبسوا، فلانه غالي كثير حتى العروس ثقيل. العروس ما بتلبس اللباس التقليدي، العروسه يعني قصدك؟ أيوة. اي العروسه تلبس طبعا. اي تلبس العروس والعريس العريس العروسه يعني ما في ميزانيه كامله عن الفستان، تلبس ابيض بس نحن عندنا 7 ليالي قبل اي والله. وفي اليوم يعني في الحنة مثلا عندنا حنة العروسة في الساحل، في الساحل تلبس شيء 4-5 فساتين يعني، ها بعد غير الليلة هي يعني نفسها. غير الليلة، لا هاي الليلة اخر شيء، بس هاش اجباري ما بتتعبوا يا شيماء؟ ولا نتعب، بتكون ولا القطعة بتكون توزن 50 كيلو 40 كيلو، بتكون تعبانة وتتجلى كل. هل انا كساحلية يعني بحكي على منطقتي يعني، بتتعب صح، وبتفوت وبتغير في عنا عادات تقاليد كتير حلوة، بتكون عاملة الحنة هيك بس حلو كتير يعني، صح تعب بس بتحسوا حتى يمكن بس كمان لمة. في عندك في جربة يلبسوا كتير ذهب، بيلبسوا بعد الحرام تبعهم وكل شيء. العريس يعني العريس ما بيلبس شيء، لا بيلبس هو اللي عم يدفع، هو محتاج يلبس هو عم يدفع. طب أهل سوسة شو بيلبسوا؟ أهل سوسة الساحل. آه. مو أنا يعني كان الساحل، أنا ساحلية. ساحلية. جميل جدا. 7 لبسات في العرس. الله. وكل لبس له اسم معين. كل لبسة أي تختلف يعني، كل واحدة كيف الديزاين تبعها، وخارج نطاقيا على المغرب العربي يعني، مثلا المغرب أو الجزائر. كل واحد عنده ميزاته يعني في اللباس التقليدي. والرجل. الرجل بس الهركة والكسوة والبلوزة، ويدفع حق 7 ليالي موجودة بعدين. ايه بعدين. وانتو بتاكلوا هم الفستان. ايهاب هو بس الفستان. بس واجار بيكون. واجار. طيب شيماء، السوشيال ميديا ساعدت على انه انتشار اكيد اكيد. هلا صار كتير عروض مطلوبة خارج تونس يعني، وقبل يمكن صارت فترة اخف شوية الديزاين التقليدي التونسي، بس هلا بعدين على السوشيال ميديا اتطورت خارج تونس تسويق وكل شيء، فهلا رجعت يعني شويه هيك التصاميم، المصممين الازياء صاروا يفتحوا لنا اشياء يتطورون اكثر من العرض يعني. قبل شوي قاعدين نشوف صور الازياء الموجوده على الشاشه، كانت لاحظت على الجليه الموجود، خبرينا اكثر عن هذا الجليه، شو متى جليبه؟ جليه جليه جليه. هاي الفرمله، هاي الفرمله كلامهم حلو والله ممتع. فرمله الفرمله هاي يلبسوها الصغار مثلا بعد التور عن
التور وهذا بيلبسون كمان عادات وتقاليد الجبة، الفرملة، السروال العربي، الكبوس حلو. الأحمر حلو، حتى الأطفال يمكن بيستمتعوا بهاي العادات. في عنا الأعياد بعد مثلا افتتاح افتتاح مثلا عيد روضة أو شيء لباس تقليدي فيلبسون تقليدي. شيماء بس خبريني قدامهم جيل اليوم التونسي، الشباب التونسي يروج لهذا الموضوع، وخصوصا يمكن بعد الموضة والقصص اللي كتير دخلت حياتنا باللبس، قدامهم ترويج لللباس التقليدي. هو شوف حسب هذا كله يرجع على السوشيال ميديا كيف الواحد بيروج يعني هذا اللباس التقليدي التونسي. أوكي فكيف يعني ما قصدي نحن كشباب اليوم في كثير من الموضه مغريه بالنسبه لنا، يعني مثلا اوكي حسب يعني هلا نحن باللباس التقليدي التونسي يمكن يختلف عن يعني الموضه اللي موجوده، يعني يختلف عن الموضه اللي موجوده بالسوق مثلا. هلا اكثر شيء في ايزي بتلاقي اشياء يعني سهله بالمول، اي اذواق كثير، بس اذا بتشوف شيء سبيشل حتروح عليه، يعني سيكون هيك سبيشل يعني شيء ما في منه شيء تراثي، شيء جميل، شيء كلاس في نفس الوقت بخص تاريخ ويخص التاريخ وبتطلعي فيه، يعني مش انه بس للاعراس. صحيح شباب يمكن توافقوني الراي بالكلام. انا مش شايفك مش ما مش مشكله احنا شايفيننا. المهم اللي الملبوسات التراثيه او الشعبيه بحس انه شغلها صعب مثل ما حكيتي شيماء، ولكن يدوي ولكن ادخل معك شوي بتكنيك الخياطه والحياكه والاشياء هاي كلها. الادوات هل كل المشغولات هاي شعبيه يدويه بحت يدوي، ولا هل في استخدام مكنات يدويه 1000%؟ بعد يا سلام، وفي عنا في عنا بعد الجلابه هي استخدموها بالشتويه، هي من الصوف، صوف الخروف، هي يستخدموها النساء في البيت ويسووها كبوس ويسووها هذا عشان الرجال تتدفى بالشتاء لانه برد. فهذا بس يحط وضعيه الاكتاف ويكون هيك طويل وممنوع الصوف، مثل البشت يعني اللي البيت بتعملها. ايوه مثل البشت البشت بتاعتكم الزايد اللي تحطونه فوق الراس، فوق الراس ولا اللي على الاكتاف فقط؟ بس هذا اللي فوق الراس دائما يكون مع الازياء موجود ولا بس يمكن فتره؟ لا انت كيف تصاميمك يعني انت حسب بس هذا يمكن مش هذا يدوي في البيت مش محتاج مصمم ازياء. ست البيت بتقدر تعمله لزوجها ولا لازم؟ اي ست البيت زمان زمان يعني في كل مكان يعني هلا في بس قليل يعني بس هلا صارت الصناعات كثيره يعني بس قبل ما في قبل كان كل شيء انت على اكيد مش حتلاقي شيء مثل صناعه صينيه خلص لا هذا كله عندكم بيكون معمول بتون يبين عاد من شغل اليد انا تقريبا هم شغل في بعض السفساري ما فينا ما نذكر السفساري هذا الاصيل من الجداد يعني السفساري هذا لازم جدادنا قبل نعم. تكون لابسة لبس البيت ما فيها تطلع بلبس البيت أو جلباب الإماراتي أو شيء فتلبس السفساري السفساري بتغطي شعرها ووشها وإيدها بس عيونها بيبانوا هيك شوية بتطلع مشان الرجال الغرباء أو أي حد تكون محتشمة هو مثل البرقع احنا عندنا هني دائما هلا هيدا الشيء شلي وحده صح هو قطعه وحده ايه قطعه وحده وكبيره يعني بتغطي كلك بس انه بس لونها بيج في منها حرير وفي منها قطني في 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 يوم عالمي انعمل لهيدا الرداء بتونس 16 مارس صح هيدا 16 مارس العيد الوطني التقليدي التونسي بس مشان يعني من 24 ولاية كلها بتجتمع بشارع حبيب بورقيبة يعني الجمهورية التونسية كلها تجتمع تطلع مسيرة يعني كل واحد من أي دولة كل واحد شو لابس بشو متميز كل واحد من أي ولاية كل واحد من أي ولاية نحن 24 ولاية كل ولاية ينزلوا الناس من جربة من المهدية من يعني من كل ما حسمي لك 24 ولاية بس الكل يعني بينزلوا أي بس عشان هذا الأجيال يعني يتموا على نفس العادات والتقاليد تبعها حلو كتير الصراحة يعني شكرا لك شيماء يعني مرسي. عرفتينا على هاي الثقافة اللي كتير حلوة ميرسي أنا تشرف كمان بوجودي معكم اليوم نورتي صباح الخير بس راح تودينا لمكان تعرفي وين؟ وين؟ تودينا ناكل سوسة ناكل كفتاجي 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 مين تعرف كفتاجي؟ يلا نورتينا شيماء أنا أكثر ميرسي